الناقد الرياضي والإعلامي التونسي من تونس الأستاذ حكيم اسطنبولي. أستاذ حكيم، أهلا بيك، منورنا. مرحبا بك من تونس، منوراتك في تونس. أهلا بيك وأهلا بكل العاملين والإعلاميين في الإذاعة التونسية الوطنية. شكرا لك صديقي. شكرا لك. طيب هبدأ مع حضرتك بالاستعداد لمواجهة التراجي التونسي والأهلي. كيف يستعد الجانب التونسي للمواجهة المرتقبة المتكررة ما بين الفريقين في أدوار مختلفة؟ هو تقريبا متعودين الترجي والأهلي المصري في مواجهات إفريقية تقريبا في النهائيات أو في النصف النهائي. في الحقيقة الترجي التونسي قاعد يستعد تقريبا يوميا بوسط كأس تدريبية، وآخر شيء قام استغل توقف البطولة وقام بمباراة سلبية أمام المنتخب تونس أقل من 21 سنة، تمام، وانتهت بالتعادل 1-1 في غياب اللاعبين الدوليين. تقريبا حمد الهوني كان يسجل هدف الترجي، انتهت المباراة بالتعادل 1-1. تمام. بالكلام عن حمد الهوني، تقرير تونسي النهارده تحديدا صحيفة تونس الرقمية اتكلمت على انه الهوني وأربعة آخرين قدموا شكوى رسمية بسبب عدم الحصول على مستحقاتهم مع تهديد بفسخ التعاقد، وفي خطوة بتحدث بشكل معتاد ما بين اللاعبين اللي ما بياخدوش مستحقاتهم. لكن عايز أعرف ما مدى دقة هذا التقرير، وهل هناك رد من جانب مسؤولي الترجي على هذا الأمر؟ تقريبا نفس الشيء بالنسبة للترجي والأهلي المصري بمثل هذه الوقفة التركيز خاصة على المباراة الأهلي، مباراة النصف النهائي، وبعد الحديث عن الأمور المادية بالنسبة لبقية اللاعبين، يعني الهيئة المديرة للترجي والإطار الفني التركيز والتركيز على مباراة الأهلي، مباراة الذهاب، مباراة الإياب، ثم الحديث عن الأمور المادية. ولو أنه جمهور الترجي في المدة الأخيرة يخالف أنه حقه في تشجيع الفريق ولو بعدد بسيط من الحضور الجماهيري، يعرف أنه في تونس ممنوع الحضور الجماهيري لكل المباريات. ولو أنه جمهور الترجي في المدة الأخيرة يصل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة أعطاء الموافقة حتى يكون حاضر في مباراة الأهلي المصري. إنه إيه؟ إن الجمهور يكون حاضر بعدد جمهور الترجي حتى يكون حاضر بأعداد ولو أعداد مش كثير كما تقول. لكن هيكون في عدد، لانه ما علمناه انه بحسب برضو التقارير التونسيه انه الاتحاد الافريقي حذر من تواجد جمهور، فهل في اي اتصالات او في اي هو جمهور الترجي هو في اعطاء الموافقه من وزاره الداخليه ووزاره الصحه حتى يكون حاضر في المباراه بصفه رسميه، يعني ثم جمهور الترجي يعمل في هاشتاج سيد الجمهور. أيوة. الجمهور يدخل مفهوم لمباراة الأهلي، مباراة مهمة لأنه تعرف أن تشجيع الجمهورية مهمة في مثل بكل تأكيد. طيب فرجاني ساسي لاعب الزمالك اللي حاليا مع منتخب تونس الوطني، وكان النهارده الاتحاد التونسي أعلن إصابته وإنه بيحتاج للراحة لعشرة أيام. هل من معلومات عن إصابة اللاعب، عن مدى قوتها أو حاجته للراحة لعشرة أيام ليه؟ ولو عندك معلومات إضافية عن قصة عقده بقى اللي هو مثير جدا للجدل سواء في مصر أو في تونس. هي تقريبا الإصابة مش خطيرة، تقريبا 10 أيام وأقل يكون حاضر ويرجع لفرجاني ساسي للفريق. ولو أنه عديد العروض اللي خاصة على فرجاني ساسي، ولو أنه في آخر لحظات يقول أنه فرجاني ساسي أنه بس يرجع للزمالك يتصور مع الزمالك رغم أنه كما عروض رسمية من فرق قطرية. نعم. طيب بالنسبة لعلي معلول ومواجهة الترجي، مواجهة معتادة برضو ما بين معلول والأندية التونسية، ودايما بنذكر كلمة أنه كم تقسو على أهل بلدك، الإفيه الشهير يعني على مستوى مباريات علي معلول ضد الأندية التونسية. شايف إزاي مواجهة زي دي بالنسبة له، وإزاي بيتم التعامل معها أو التعاطي معها في تونس؟ علي معلول لاعب محترف بأتم معنى الكلمة، يعني الزي اللي يلبسه تقريبا يتعامل معه باحترافية. علي معلول وقت يلبس زي الأهلي يعني إهداوي 100% حتى وقت يقابل حارس تونسي باش يكون باش يدافع على المليون اللي لابسه، يعني نعم. علي معلول وشفته في المدة الفارقة أنه علي معلول ساهم كثيرة برشا في التسجيل في الترجي
وتاخدين مباراة كويسة أمام الترجي في عديد من الأسابيع. نعم. بشكرك جدا، نورتني، وبشكر وجودك استاذ حكيم على وجودك معايا، وبالتوفيق باذن الله في التغطيات اللي بنستمتع بيها بالنسبه لك وبالنسبه لزملائنا في تونس.